اول ما غيب انا والياس الحايك كنا عم نطلع على التله يلي هي بروم قضاء جزيل، وكنا عم نقول انه اذا حبيب مع حبيبته عم بفكروا يحكوا مع بعض بهيدي اللحظه، يعني كيف معقول نخلد هيدي اللحظه اللي هي المغيب عم تنزل الشمس. فطلعت اول مغيب وجات بعدين لحنتها. شو البروسس تبع انت كيف تلحن؟ كل مره شيء، بس الاساسي انه الكلمات يكونوا قبل اللحن، يعني ما بحب أن يكون عندي لحن واجي اركب عليه كلمات، فضل تلحن كلمات موجودة، يكونوا الكلمات موجودين حسب شو عم نحكي بالكلمات، شو معقول يكون اللحن، شو معقول تكون الطبقه، شو الالات اللي معقوله نستعملها بالمرحله الثانيه كتوزيع، واخر شيء كمان التسجيل تكون الخلطه كلها ما بتشبه اللي قبلها، ما بتشبه اللي قبلها ومتناسقه. ميوزك فيديو نحن ما طلعنا فيه كان في كابلز ثلاثه صح، وعملنا كاستنج كول وناس هيك بعثت لنا انه انا بحب اشترك، حبيب وحبيبته بحب اشترك بهالعمل الجديد اللي عم تعملوه. حلو هذا الشيء لانه بتحس انه هالاغنيه جمعت احباب بين بعض، وحلو انه منهم كبروا بهالحب وعملوا خطوه لقدام.